عقد أعضاء الغرفة التجارية اجتماعاً مع رجال الأعمال الوطنيين بحضور القنصلة التشادية بدولة هولندا سولانش دوماي أحمد خميس جمعة، من أجل تفعيل وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمارات لرجال الأعمال التشاديين والأجانب لغرض الاستفادة في البلاد. جاء هذا اللقاء التشاوري والتمهيدي لتنظيم الدورة الثالثة للبعثة الاقتصادية لإفريقيا الخضراء بقيادة القنصلة التشادية لدى دولة هولندا سولانش دوماي لمقابلة رجال الأعمال التشاديين، حيث بحثت معهم أوجه وسبل الاستثمار في هولندا وكذا كيفية الحصول على الدعم والمرافقة من قبل الشركات الهولندية، حيث قدم الحضور العديد من الاستفسارات للقنصلة التي أوضحت أن جميع الفرص متاحة وستجد الدعم من الشركات الهولندية، بينما رئيس الغرفة والتجارة أوضح عن أهمية هذا اللقاء. رجال إيمان شركات بخص البناء وبخص الثروة الحيوانية وبخص الزراعة بجونا هنا مشتركين مع الكونسل هانتشات في دولة هولندا، وبجونا هنا يعني نمشي قدام في المشاريع الرجال إيمال قدموهم، وإن شاء الله نرجوكم للفوروم اللي بكون. للتذكير فإن الملتقى العام مع رجال الأعمال وممثلة أفريقيا الخضراء سيعقد في الفترة من 12 حتى 15 من الشهر الحالي بأنجمينا. قدم المدير الفني للابتكار من أجل التنمية خالد فضل دوتم بيانا صحفيا تحدث فيه عن تنظيم الملتقى للدخول الدراسي الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية. نتكلم عن الملتقى بالنسبة للسنة الدراسية 2017-2018، والملتقى ينظم يوم 8 نوفمبر 2017 في قصر 15 يناير ابتداء من الساعة 8. إذن هذا الملتقى هو وعد لكل الجهات المختصة بال وزارة التربية والتعليم، هناك خبراء ومعلمين وباحثين وأساتذة. الهدف هو أن ننظم هذا الملتقى لشان كل الرجال المختصين بالتربية والتعليم يناقشوا في 4 مواضيع، و يكون هناك مناقشات بالنسبة للمواضيع الأربعة، ونمرق خطة في نهاية الملتقى، والخطة الهدف منها عشان تنفذ تلقائيا في 10 مدارس اختيرت في داخل مدينة أنجمينا وفي مدينة بول. أطلقت اليوم عمدة بلدية أنجمينا مريم جمعة عبيد حملة للنظافة بالدائرة الخامسة. الحملة بحسب العمدة تهدف إلى إزالة الأتربة من الشوارع الرئيسة بالعاصمة أنجمينا. آدم حنفي فاضل. النظافة بجميع أنواعها تعتبر أسس التنمية الاجتماعية ووقاية صحية في حد ذاتها، مما حركت خطوات هؤلاء المعنيين بها من كوادر البلدية المركزية متوجهين إلى الدائرة الخامسة التي أصبحت الطرق الرئيسية فيها تشهد أتربة متراكمة من أطرافها. والله نحن فرحانين جدا جدا لأن الحكومة قاعدة تهتم، ولازم أن الشعب نهتم، بنعمل للوساخات في أي مكان كده لازم نكون بكم تخصصوا لها مكان كتخصص ونعمله، والبلدية إذا جات تأخذ الوساخة وتمشي فيها. الدائرة الخامسة والتي أشار عمدتها في حديثه بأن العملية هذه تتطلب بذل مجهودات عالية، كما أنه طلب من السكان الاهتمام بها. الأوبراسيون ده البوبولاسيون أنا سنكم بس البنفيسير، واليوم زي ما شفتوا البوبولاسيون كل مرة ساعدونا وبيعطي أنا جراند ميري وداكو الخدمة ده بيجي نظيف وقدروه أننا كل بيجي فروق، ونقول ما خلاص كان ميري سنترال ولا كومينا رسمها أمباكر أنقوته مننا بس نخلوه قدرون ده بتاني يصير فوق التراب آخر.
هذا فإن هذه العملية التي تسهم في تصليح الطرق ستشمل كبرى طرق الدائرة الخامسة وكذا الشوارع والزقازق.